اهلا وسهلا فيكم بفقرتنا لليوم. محضرت لكم نوع حلو فعلا ولا بالاحلام. شوفوا لي هالمنظر ما اجمله، ويلا نعمله مع بعض. حنحضر مع بعض لفائف القرفه والهيل، حنعملهم مع بعض هيك بشكل حلو زي محكي البابيونه او العقده من هون. شكلها رح يطلع كثير حلو، وهي عن جد زاكيه. يعني انا مش على كل شيء بحكي زاكيه، بس جد زاكيه. حتى نبدا فيها رح نعمل العجين. العجين كتير بتشبه عجينة البريوش، بلشت فيها طبعاً. أنا قاعدة عم باكل معلش، بس ما قدرت أقاوم. حتى نبدأ فيها، أول إشي عملته إني حطيت الطحين، كمية الطحين عندي تقريباً 600 جرام من الطحين. حطيت عليهم الخميرة، ودائماً وأبداً أنا بحكي عن الخميرة، في نوعين من الخميرة الجافة، الخميرة الجافة والخميرة الجافة الفورية. إذا كانت الخميرة اللي عندكم خميرة جافة وفورية، تقدروا تضيفوها مباشرة على الطحين، وهي المقادير صارت واضحة عندكم على الشاشة. فبتقدروا تضيفوا الخميرة مباشرة على الطحين إذا كانت جافة وفورية. أما إذا كنتوا الخميرة اللي عندكم مش متأكدين من نوعها، يعني ما بتعرفوا، فيفضل إن نخليها تشتغل قبل. كيف؟ بناخذ كمية من الحليب، شوية من السكر الموجودين أصلاً بالوصفة، منضيف عليهم الخميرة، منخليها تشتغل 10 دقائق، بعدين منضيفها على باقي المكونات. هلأ بعد هيك عندي الطحين، عندي الخميرة، حطيت عليهم كمان مقدار السكر، وحطيت عليهم الهيل. الهيل كتير رائع بهاي الوصفة، وهو أساسها أصلاً لهاي الوصفة. وحطيت عليهم كمان، بس هدول هم المكونات الجافة. بعد هيك حطيت عليهم المكونات السائلة، اللي هي عبارة عن الحليب وبيضة مع الحليب. حطيت عليهم فانيلا ومعلقة من الخل. ليش الخل؟ حتى أتأكد إنه ما يكون في عندي أي مشاكل من البيض اللي رح أستخدمه بالعجين. مع انه وجود الهيل مستحيل يترك اي مجال لريحه للبيض، ولكن ليطمئن قلبي يعني. خلطتهم مع بعض، خليناهم يعجنوا لما يقل ما لا يقل عن 5 دقائق. بعد هيك اضفت عليهم الزبده. ليش بنتاخر باضافه الزبده على العجين؟ حتى اسمح للجلوتين انه يشتغل جوا العجين. اضفت للزبده واضفت معها الملح. لو انتم مشغلين الخميره لحالها قبل، تقدروا تضيفوا الملح من البدايه، ولكن لانه انا حطيت الخميره مع الطحين لاني بعرف انها جافه وفوريه، اخرت الملح حتى ما يقتل عندي الخميره. كملت العجن لمده تقريبا 5 دقائق كمان، وبعد هيك صارت عندي العجين جاهزه. غطيتها ولمده ساعتين خليتها تخمر بمكان دافي حتى تضاعف حجمها، وطلعت معنا بهالشكل الحلو. ولو تشموا ريحتها ما احلاها. كمية العجين اللي عندكم رح تكفينا مقدارين، فانتوا بتقسموها على 2. كل مقدار من هدول رح يعمل لنا تقريبا 6 حبات من اللفائف اللي رح نعملها مع بعض. فهي العجين عندنا اياها هون. ما شاء الله، حتى ما بدها ان نضيف لها مثلا طحين، لانها جاهزه وممتازه. كالعاده لازم نضب الخاتم حتى نعرف نشتغل. هلا بدي امد العجين. لما بدي امد العجين بدي امدها على شكل مستطيل، ما بدي امدها بشكل دائري. وين حطيتها؟ هيها. فهلا بدي ابلش ارقها. شوفوا ما شاء الله، عن جد ما شاء الله قد ايه مرتاح العجين. وطبعا هذا ليه كله هالسهوله؟ لاني انا خليت الجلوتين يشتغل فيها يعني لتعب، لانه 5 دقائق وهي تخلط من غير زبده، يعني ما اعطيتها الزبده. كثير بتاخر الجلوتين بالعجين، فانتوا لما هالقد بتعطوها مجال انها تعجن على راحتها، شوفوا قد ايه ما شاء الله مدتها بتكون سهله وسريعه. رح اعطيها شوي بالعرض، بس شوي، ولكن انا على الطول مهتمه اكثر. هلا بعد هيك بدي احاول اخليها تضلها مستطيل متناسق عندي. تقريبا السمك عندي اياه تقريبا 1.5 سم ل2 سم، يعني مش كثير سميكه ولا رقيقه. هلا بعد هيك رح افرد عليها الحشوه. شو هي الحشوه؟ عندي هون زبده، سكر، هيل وقرفه، وانا اضفت عليها كمان القهوه. يا سلام على القهوه، شو اعطت نكهه مع الهيل والقرفه. طبعا كلياتها اختراعات، الواحد بيكون قاعد عم بفكر بده شغله جديده ونكهه جديده. فطلعت معي هالوصفه الرائعه. يا هلا، اهلا. تعالوا تعالوا شموا معي. جايين نعرض شيبنا اليوم. هذا الشيء اللي قلت عليه مش زاكي صح؟ ابدا ابدا. ريحه القرفه، ريحه القرفه وريحه الهيل وريحه شو كمان عندك؟ القهوه. خلص انا هو فيني حدد انا هلا. طب بدكم تضلكم يا جماعه بدكم بس تطلعوا؟ يلا ندوق. يعني عادي؟ طبعا طبعا، ذوقوا ذوقوا واستمتعوا. ساره تتفرج علينا وتحسدنا، فاللقمه تقف لي لهنا. يا لطيف يا لطيف. هلا شوفوا كميه الحشوه اللي موجوده عندنا بالوصفه،
شو رأيك؟ كيف منك هذا الشيء غرامي الهيل وفي أطيب من الهيل الشيء. بتعرفي هذا إذا حدا أكل توم؟ آه طبعا خلصت 100% خلصت. هلا شوفي الكمية الحشوة اللي أنا حطيتها بالوصفة بتكفينا للعجينتين لأنه أنا قسمت العجينة من النص فهي أوكي. كفاية لقطعتين العجين تمام؟ أوكي. هلا شوفي كيف بدي أعملها صح هذه الطريقة اللي لفاها شوفي بمسك العجين للنص هيك أوكي. تمام؟ بعدين تاخدي الجزء الثاني وبتسكريها أوكي. يعني كأني طويتها طويتين فبصير عندي واحد اثنين ثلاث طبقات تمام؟ هلأ بمسكها هيك وبدي أرجع أرقها كمان مرة أوكي وبعطيها بالعرض بس شوي ولكن تركيزي كله على شو ما بكتب كمية أكبر من الحشوة؟ لا. لا 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 هيك لأنها العجين أصلاً فيها هيل وفيها هي فيها كمان هاي الحشوة بس ما بدك إياها تطلع كثير حلوة عشان أنت كمان تستمتعي فيها مع فنجان القهوة أوكي القهوة السادة بعدين أوكي طيب هلا هاي عنا القطاعة بنبلش نقطع طراف طرافها هيك بالطول أوكي تمام؟ هلا انت اذا ملاحظه كل مهندسه انت مثلا لك على المسطرة ما انا مهندسه ايه مزبوط صحيح ما انا مهندسه لك كيف عم معقول شو ظابطين مهندسه كأنه على المسطرة هلا شوفي تمسكيها اوكي على اصابعك بتلفي واحد ايوه ذكرتيني بخياطة الصوف كنا نعمل ثلاثة وبتسكري العقدة معاكي يلا بتسكري وهيك هلا لما بدك تشيليها من ايدك بتشيلي اصابعك إيه. شوي شوي ثلاثة لا انا مش رح فوت بهالخبصه هلا فيها عندنا أيوة. ميكروفون ايوه ايوه يعني قربت كأنك... قربت ايوه بدك تخليها تسكرها للعقده اوكي سه شيلوا الكاميرا عن امل اوكي لا حبيها اوكي لا انا سامعه وعارفه انه معنا دقيقه لا تخافي خلصت اوكي هي بس هي ما معلش بتنحط هلا هيك بالفرن وخلص شايفين كيف صار شكلها شايفين كيف مهم الطعم حلوه هلا شوفي هلا في صوص عليها بدي احكي لك عنها هلا هلا شوفي بعد لازم نتركها تخمر تتركيها تخمر لمده ساعه تقريبا بعد هيك بندهن الوجه هيك بصير شكلها بعد ما تخمر شايفه قد ايه بكبر حجمها بندهنها ببيض وحليب وعلى الفرن على حراره 230 تقريبا 235 بتاخذ معنا ما يقارب العشر دقائق اول ما تطلع من الفرن اول ما تطلع ندهنها بالقطر اوكي اول ما تطلع من الفرن تعطي الجليز عشان تطرى ما بدك اياها تيبس وتنشف وتضلها طريه تمام اخر شيء حضرت جنبها كريم تشيز بنكهه الهيل اللي هي عباره عن كريم تشيز عليها شويه سكر وزبده اللي بيحب يدهن الوجه يعني اللي ما بيحب الإشي الخفيف بيحب يزيد دسامه وخلصت اوه هي خلصت وانا لازم نبدا نغمس صحه وهنا